معقول يا مريم؟ ماني مصدقة. عمي ابو ناصر يتم طول الليل يشرب والصبح نايم؟ حول الله، هذه السوالف حتى الخايس ما يسويها. ما علي حبيبتي، وانا اقول ليش انتي دوم قاعدة بالبيت وما تطلعي؟ حين عرفت ما تبين حد يحس ويعرف اللي قاعد يصير فيك. لا يا حبيبتي تطمني، ما راح اخبر حد، بس عاد محمد ما يصير ما اقول له، لازم يعرف. حبيبتي مريوم، محمد يحبك ويخاف عليك، واذا عرف من حد غيري ما بيعصب الا علي. فهمتي حبيبتي؟ يلا يا فطوم قوم حبيبتي، خلينا نروح البيت. ايش فيك يا مريوم قاعده تبكين؟ علي معقول؟ وقول فك عمرك واطلع من هني، ترى ابو مسره ما راح يخليك. ما راح اقول لكم شيء. ما تقول لنا شيء؟ بتقول؟ قول ايش عندك مع غندور؟ ها ايش عندك؟ ما راح اقول لكم شيء، خلكم على عماكم. وانت خلك على حالتك. ما قال شيء؟ مو راضي يتكلم. زين خليه يتغسل ويروح. شلون؟ شلون؟ شنو ما سمعتني اصمخ؟ بس ابو مسرة ما قال لي هاللون. قل لي انا اللي قلت. خاف يعصب علي. لا تخاف. خليه يروح. ايش قاعد تقول لي؟ مستحيل مستحيل هالشيء. عمي عمي ليش جايبني المزرعة بروحي انا؟ ابيك تنادي سالم يا الخبل. سالم؟ سالم وين سالم؟ سالم وين بعد؟ سالم وين؟ في مزرعتهم، ومزرعتهم احذى مزرعتنا. تروح تنادي وتقول له عمي يا ابو مسرة يبيك ضروري. اقول له عمي ابو مسرة يبيك ضروري. ايه عمي انا ريال انا. ايه اذا انت ريال صج يلا سوي اللي اقول لك عليه. يا عمي عمي انت ريال مثلي انا؟ ريال غصب عنك رجع. يلا روح نادر روح. تعالي تعالي فسلتيني قدام الناس، خليتي امير تفسلني قدام الناس، شلون ترضي على ابوك شلون؟ تاكلين السم ان شاء الله، انت تستاهلين الدم. شقا يعني تخليني انا نايم وتسيرين السوق تبيعين السمك؟ انت شو تبين تسوين فيني؟ تبين تطعيني قدام الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بسيطه يا ابو علي، انا السبب كل اللي صار لك، بس ما كنت اتوقع انه يصير لك كذي. شو نسوي؟ زين قندور الحين شو اسوي؟ والمن ابيع؟ المن تبيع؟ يبي له سؤال الله يهداك يا ابو علي. تبيع حقي انا ولا تبغي تبيع لابو مسره اللي سوالك هالشكل هو وعتيج؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ناحيه البيزات لا تحاتي، بنزيدك شوي تستاهل. مشكور وما قصرت يا قندور. والحين يا ابو علي ابغيك تروح بيتكم وترتاح، وما تطلع لين ما تشفى من جراحك. حسبي الله على ابو مسره اللي ما يخاف ربه. حسبي الله عليك يا بنت. شو هذا تسوينه هذا؟ يا رب تموتين ان شاء الله وتخلص منك. ليش ما تلحقين امك؟ ليش ما تموتين وتفكيني؟ حسبي الله عليك وعلى امك. فطوني يما، ودي الاكل حق ابوك وردي البيت سيده ان شاء الله يما مثل ما تبين.
سعاد يمه يجيب الاكل. يمه فطوم واللي يسلمك لا تقولين حق ابوك ولا حق اخوانك عن عمك ابو ناصر، حرام عشان خاطر مريم المسكين. تم يمه. اي يمه. يعني عمك ايش بيسوي لها؟ هذا انسان ما عنده عقل يا يمه، هذا لو عنده عقل كان باع المزرعه، بس ما عنده حد يوقف عند حده. خلاص يمه، يلا انا ابنك انا بروح اودي الغداء عشان ما تاخر عليهم. يلا يمه. محمد يمه شو اللي جابك الحين؟ ولا شيء يمه. فيك شيء؟ لا يمه ما فيني شيء. ابوك في شيء؟ ها يمه ايش فيك؟ لا انا فيني شيء ولا ابوي في شيء ولا اخواني فيهم شيء. زين ليش رد البيت الحين؟ يمه تعبت من الشغل المزرعه، قلت ارد اريح شوي وارجع بالغدا بعدين. اي صدق يمه. خنت حيلي، شوفي شكله يمه تعبان. خلاص يمه. روح ارتاح بدارك وفطوم بتودي الغدا حق ابوها. لا يمه الغدا انا اودي، فطوم شي طلع ظهري. مو مشكلة انا ولا محمد كله واحد يمه ما في فرق. خلاص اللي تشوفونه. الحنامي نازل عليك. يلا على دارك عندي لك اخبار. اخبار شنو فطيم؟ سر كبير اذا تبي تعرفه. فطيم انا طالع من المزرعة وقلبي قاعد ياكلني، في شيء في مريم صاير فيها شيء قولي. وايد اشياء. اي شنو تحت شيء؟ مو قلنا لك على غرفتك عشان اقول لك؟ يلا امشي على غرفتي على غرفتي. السلام عليكم. يا هلا يا هلا ومرحبا. حياك الله يا ابو عبد الله. الله يحييك طول بعمرك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هلا بيارنا الطيب، هلا ابو صالح. حياك الله يا ولد. شلونك؟ حياك الله. سالم يبا هات الحصير. على امرك. بارك الله. حيا الله من يا هلا ومرحبا. كلمة راسبه. يا سعد مبارك له. حياك الله صالح. حياك حياك سريع سريع. احسنت يا ولد. يلا يبا انا اترخص، تابرني على شيء. دربك السلام. الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حي الله من يا. الله يسلمك يا ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اخ يا نوخذه اخ، مليت طقه كبدي ودي اصير غيص. وانت على شنو مستعير يا خالد؟ وما شاء الله اليوم الصيد وايد، ايش تبي بعد؟ وش اسوي بالصيد يا نوخذه؟ الصيد تعب وشقى، وبالاخير يجونك ريايل ومسره الظلام وياخذون منك كل اللي صدته باسعار جليله. لكن بالاول وبالاخر الحمد لله. الحمد لله على كل حال، بس لا ما راح تقنعني يا نوخذه بالصيد. انا دائما اشوف الغوص في متعه وفائده اكبر. بس الغوص يا خالد يقهر الريايل ويتعبهم، ولا تظن ان كل غواص غاص طلع بالدانه. لا يا نوخذه السالفه مو كذي، كل غواص مربوط بنصيب ورزقه بيد رب العالمين. دام كذي اتوقع انك بتصير غواص عود يا خالد. المهم الحين اول رحله. صدق انا ولهان. لا تحاتي وين عمك، قريب قريب ان شاء الله. زين عمي انا الحين لازم اترخص عشان بروح المزرعه بساعد ابوي واخوي. وين يا الغواص؟ ما جربت حظك اليوم؟ لا اللي صار المره اللي طافت مو غوص، الغوص الصجي جاي قريب ان شاء الله. بس ما شاء الله الفالح ينقرب بياض وجهه، وانت ما شاء الله وجهك ابيض وصافي. قندور خلي خالد في حاله وخلك مع ابو مسره احسن لك. لانه خذه خالد جديد وما ابي له الا كل خير. يقولون يا قندور اللي عنده شيء يخلي عنده احسن له، ترى اذا عطاه غيره يمكن ما يرد له. ويقولون النصيحة خلها حق عمرك، ييك يوم تدور عليها ما تلاقيها يا نوخذة. طول قدامي. نحن لازم نسوي شيء يا ابو عبد الله، ما يصير كذا. هذا ابو مسرة طايح في اهل الدارية واحد ورا الثاني. يا الحين ابو علي للحين عند ابو مسرة ما راح بيتهم. والله انا رحت للبيت سالت عنه قالوا لي ما رجع، الله اعلم وين راح. عيل خلاص انت رياه ونروح لنا وياك. لا يا ابو عبد الله انت قعد، انت نسيت الخلاف اللي بينك وبينه؟ يا ابن الحلال بس هذا شيء ما ينصبر عليه. ما عليه انت قعد وانا بتصرف وياه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أبو مسرع نبو ما يخاف من ظلم خلق الله، ما يخاف من عذاب يوم الحساب. يا ليت لو يحسبها كذا يا أبو عبد الله. عشلون يحسبها؟ أنا ما أدري كيف هالإنسان متحمل كل هالظلم هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. أبو مسرع هذا مخاوي إبليس والعياذ بالله. هلا بالطش والرش، هلا بسالم الغالي ولد الغالي ابو عبد الله. يا هلا مرحبا. هلا ابو مسره، انا قال سهيل انك تبيني. ابو مسره كبير الداليه وللناس كلها تهابه، يبيني انا؟ ابو مسره يعرف ويقدر الريال السنة. ومسرة انت ما تعرفني عدل، ما تدري اذا انا سنع ولا ماني سنع. عفا عليك، بس الريال السنع ينعرف من كلامه ومواقفه الزينة. وسهيل ما كذب علي يوم قال لي عنك. انزين قول لي الحين شو اللي تبي مني؟ انا ما بشي، انا بالريال اللي وياي يسمعني ويطيعني، وانا اخليه يصير فوق. اي بس يا ابو مسرع، شلون تبيني اثق فيك وانت بتبيعنا ارضنا وبتخرب بيتنا؟ شا اقول لك يا سام، الله يعلم اني احبكم واتمنى لكم الخير، لكن ابوك الله يهديه ويسامحه مو راضي يفهمني ويسمعني. شا اقول لك، انت الحين اسمعني ايش بقول لك واحكم على كلامي. استريح. هذا عمك صج ملعون الخير، خمر يشرب خمر. تدري عاد انا للحين مو بمصدق اللي قاعد يصير. هالشيبه وين في شده؟ لا تعرف شنو، ما حد معور قلبي الا مريوم. تخيل وهي تقول السالفه وياها صاير حمار متفشله من ابوها. طيب انت شايفه ايش قاعد يسوي عمك؟ شايفه بلاويه اللي قاعد يحذفها علينا؟ أنا من بطة شبدي إني مو قادر أقول حق أبوي. أتدري إذا أبوي عرف والله لا ينعم خيره. لا يا فطيم، إياني وياك تبي طاري حق أبوي، كذي ينهد كل شيء بيننا، وبعدين يقعد يصب بلاوية على مريومة المسكينة. إذن شو نسوي؟ حرام اللي قاعد يصير، حرام هالفقيرة يصير فيها كذي. أقول فطيم، سم أخوي، إيش رأيك نقول حق جارنا أبو صالح اللي مطوع؟ عمره يا العود وشيبه، وهو الوحيد اللي يقدر يحاكي عمك هالدثوي هذا. اذا قلنا حق عمي ابو صالح، عمي بيعرف ان احنا اللي قلنا له. بس هم حرام نخلي هالبنيه يصير فيها شيء، ما يصير انتم كذي ساكتين. اذا مو الحلو يا عمك، مثل ما قلت لك انت ابدا لا تفكر بشيء، خل هذا علي انا. ابيك تصير ايدي اليمين وتساعدني في شغلي في الداليه وغيرها. يعني أفهم من كلامك يا أبو مسرة إنك تبيني بدال عتيج؟ بدال عتيج. عتيج هذا خلاص ما عاد ينفع بشي، وأنا ناوي أطرده. عمي عتيج ريال مو بزين، خلي ولي. أنت بس انطم. خلي ولي عتيج، وأنا عارف إنك مخلص وأمين، وإذا تميت وياي البيزات بتمشي في يدك مثل الماي وبتحقق كل اللي تتمناه. عمي سالم يحلم وايد، يحلم يبغي بيزات وايد وبيت عود وايد احسن من بيتك. ليش لا، من حقه يقدر يبني له احلى بيت. ايش قلت يا سالم؟ ومسرة انا حالي حال شباب الدالية، احلم بفلوس بيت عود، لكن يا ابو مسرع الشغل معاك متعب، وفوق هذا ابوي ما يرضى. وليش ما يرضى؟ ليش؟ انا الكل يتمنى يشتغل عندي، بس انا ما ادور اي واحد، انا بغيتك انت. تدري شلون انا افكر بالسالفه هذه؟ ولو وافقت ارد الخبر. بعد ما يبي لها تفكير،
أنت تقدر تجي من اليوم وتشتغل. سالم أنت حر، إذا تشوف نفسك يعني للحين صغير وما صرت ريال وتبي تاخذ شور أبوك كيفك. أنا ريال وستين ريال يا أبو مسرة، بس هذا الشيء إحنا متعودين عليه. زي لا تعصب، سوي اللي تبي على كيفك. مريم أنا ساير السوق. لا تتحركين من مكانك ولا تخلي أحد يدخل البيت، فهمتي؟ يسدنا عاد الفضيحة اللي صارت في الفريج بيت عمك، ما أدري خبروا الفريج ولا لا. انت انسى الموضوع وخلني انا بتصرف. يلا برخصتك. وين رايح؟ تو الناس بروح. الا ولدك ابو حمد وين؟ حمد مو بصاحي شوي وهو عنده في البيت هناك. لا حول ولا قوه الا بالله، ما يشوف شر، ما يشوف شر، شر ما يجيك ان شاء الله. حياك يلا الله. برخصتك. حياك الله. يلا يا خيتي ما ادري ايش اقول لك، بس انا لازم اشوف مريوم واطمن عليها. انا وايد قاعد احاتيها، وبعدين انت تدرين مريوم من يوم ما صار اللي صار ما تثق الا فيني. اي لان انت الوحيد اللي تساعدها حم، وانت بعد الحبيب الغالي. بس انا خايف اروح حق عمي واحاكي ويقوم يطردني. انزل ما عليك، انا بتصرف. الليله بروح بيتهم وبجيب لك الاخبار. أنا ولا أنتي واحد، وبعدين عمي مو بس كارهني أنا، كارهني أنا وأنتي وأمي وأبوي وأهلنا كلهم. إيه ما عليه، حتى لو هو كارهنا بس أنا بنية، ما يقدر يعصب علي ولا يطردني، إيش دعوة عاد حمود؟ عنك يا يبا، شغلنا زاي هد الحيل. خلني اقعد، خل كل شيء انا اشتغل. انا يوم اني بكبرك ترى اشتغل من الصبح للمغرب، ما عايز ولا اقول ما شاء الله عليك يا يبا. اي بس ترى زماننا غير عن زمانكم. خل عنك يبا، خل عنك، لا تعب روحك. لا لا لا، خل اقدر على كل شيء. اخوك ما رد للحيل، ما ادري عنه، ما ياكل. والله انا عاد تراني وعان. خلاص دام كذي خلني انا اروح البيت اجيب لك غداك وارجع. زين. لا لا اقعد، اخوك تلقى جاي بالدرب الحين. يلا خلنا نشيل هالسعف ونحطه هنا ان شاء الله. ما علي يا مريم، أبوك لازم تتحملين، هو موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش صاير لأبوك؟ ليش صاير شري كذي؟ إيش سالفته؟ ما يخالف يا مريم، أعوذ بالله منه، مرة واحدة تغير، ما أدري إيش صار له، بس كل شيء بيتبدل حبيبتي، لا تخافي. اليوم ولا باكر لازم يتبدل. ما يخالف حبيبتي، دشي داخل واللي سلمك دشي. مسكينة.
دير بالك. ايه ايه ويا الخير يا عوشه، قولي لي قولي لي الحصى شي يقول الحين. دام انك رحت له وكلمته اقول لك خير ان شاء الله. انت للحين بعدك قاعد هني؟ يلا قم فارج قم. يعني اروح؟ روح انجلع الله لا يبارك فيك. تطردني يا عمي؟ اطردك واذبحك اذا ما قمت من هني. حاضر. قم. توصي على شيء؟ روح. ايه قولي. الاسرار اللي بينهم خيوط صاروا محروفين، والمستور بينكشف بكل هبة الحل. كلها يوم يومين شهر شهرين، الارض والداليه كلها بتكون لك. قول ان شاء الله. الارض والداليه كلها لي ان شاء الله. سالم اللي بيفك لك الاسرار وبيبلغك الاخبار وينقلك للاسياد الاخيار اللي ينطرونك من زمان. يعني وعبد الله ببيع؟ انتهت المقسوم وهو يبيع. تستاهلين هالمرة، تستاهلين صج عوش يا ويه السعد. تفضل يا ابو ناصر، هذا اخر كيس عندي. مشكور يا نصيب، بس عاد ها لا تنسى يونية الطحين اليوم. هو بقى طحين ولا غيره في الفريج؟ الله يهداك يا ريال. نترجاهم نترجاهم يعطونا كيس ولا كيسين. اقول مناصر. نعم يا نصيب. يا اخوك لا تحسبني ترى رزه، بس انت اخوي. اشوفك يا اخوي هالايام انت غير عن اول، يعني دوم تفكر وعندك مشاكل وهموم، شو السالفه؟ شو اقول لك بس؟ شو اقول لك يا نصيب؟ خلي في القلب في القلب، ولا اظهر بين الناس. لا يا ابو ناصر لا، غلطان يا ابو ناصر. اذا تم اللي في القلب في القلب وما ظهرته لربعك واخوانك، لا سمح الله يجيك المرض. شو اقول لك يا نصيب؟ العيال اللي عوزوني خذوا البيزات وشردوا، ومن هذاك اليوم الى هذا اليوم ما شفت رقعت فيهم. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعينك يا ابو ناصر. في مالنا يا نصيب؟ مالله. ابو ناصر وين وين؟ ما تنشاف هالايام. وين يعني؟ يا في البيت يا في الصيد، مو مثلك انت ويا اخوي ابو عبد الله. افا افا يا ابو ناصر، انت واخوك واحد؟ لا 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 لا، انا اخوي مو بواحد. لو واحد كان زرتني مثل ما تزور اخوي ابو عبد الله. لا شكلك انت هالايام متغير، مو بعايبني حالك. شو السالفه؟ انا مستعيل رايح. محمد علامك قاعد بعيد، تعال تعال كلك رقمه. لا يبا كلونك انا ما علامك هد، تعال يبا كلك رقمه. يا يبا نفسي مو مشتهي الزاد، مالي خلقاك حمود. علامك لا تلعوزنا، يلا تعال تقعد. ها ايش فيك انت ما تفهم؟ قلت لك ماني اشتهي اكل. لك لو انت ويبا بالعافيه عليك، ما انا ما ابي. علامك انت يا محمد، من رديت تراك ما انت عاجبني، صاير شيء؟ لا يبا مو صاير لك الخير. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اكيد صاير شيء، قول صاير. ايوه ايش فيكم الله يهداك؟ قلت لكم ما فيني شيء ولا انا مشتهي اكل. لك لو انت بالعافيه عليكم، تدري شلون؟ انا بروح اشتغل هناك، ومتى ما خلصت وتعال وانا قاعد هناك. تركي دوات شوفيه
وانا قلت سم بس. بسم الله احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ديمها نعمه. داش البيت على كيفك انت؟ ابغى اشوف عمك ابو مسره. ايش تبي فيه؟ مو بشغلك يا عتيج يا ابو مسره. وقف، مو شغلي، قول لي ولا انا متارس عينك. انت ما تنفعني يا عتيج، تعوذ من ابليس وخلنا اشوف عمك ابو مسره. وقف مكانك، يلا وقف، انا اشوفه لك. فطوم، ما كان لازم تقولين حق محمد عن مريم، وانت تعرفين ان محمد ايش كثر متولع عليها. اي يا عمتي، لو شفتي وجه محمد وهو طالع من البيت صاير مثل العبايه. وي يما، عاد ايش فيكم علي؟ اصلا محمد ما رد راح يعرف، بيعرف مني ولا يعرف من غيري؟ يعرف من مريم ولا يعرف منك، بس الله يهداك يا فاطمه، انت لسانك طويل ما تقدرين تمسكينه. وي عاد انت اللي قافتك اللي ما تهدينها عنك. يما ما عليك منها، فرضي ان محمد راح بيت عمي وعمي قلب وجهه عليه ولا ما دخله البيت، ايش بيستوي بمحمد؟ ايش بتستوي حالته بعدين؟ ما يقدر يسوي له شيء. ومنو قال لك ما يقدر يسوي شيء؟ عمي لو يستحي على وجهه، مو بنت المريضه المسكينه اللي ما تتكلم قاعد يسوي فيها كذي. ما شاء الله عليك يا فطيم، طلعت تفهمين اكثر عن الكل. خلاص يا سعاد، خلاص يا فطوم، ايش فيكم حاطين دوبكم بدوب بعض؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا قلبي. تعالي يما، تعالي اقعد وانا اقوم اجيب لك الغداء. لا يما، انا بتغدى وتالي بروح المزرعه. خليك يا عمتي، انا اللي بروح. خليك يا عمتي هي بتروح. يوزع الزواج. هلا هلا والله، هلا بمطوع داليتنا الغالي، جيتك عزيزه علينا. خير ايش عندك؟ ها انت تدري ليش جاي ابو مسره؟ ايش سويت في ابو علي وينه؟ اكل هذا بسبته ابو علي. صدق انك ما تدري عن شيء هالدالية. يا ابو مسره لا تمسخر علي ورد على سؤالي. شو اقول لك، شارد عليك والريال في بيته. اكيد يا ابو مسره، ولا تضحك علي؟ افا، انا اضحك على مطوع داليتنا الغالي؟ اقدر انا؟ زين زين يا ابو مسره، انا بسير الحين، لكن اياني وياك تتعرض لاي حد من اهل القريه، خاصه اذا ما سوالك شيء. اللي يبيعك بخاطره اشتري منه، واللي ما يتعامل معاك لا تجرب سوقه. منصور، انصحك اتاكد مره ثانيه قبل لا تجيني، ولا تقعد تدافع عن احد وتشط روحك ومسوي روحك عن ترى ابن شداد. ديري بالك علي يا يمه. لا تحاتي يا يمه يا عبد الله، لا تحاتي. ليتني انا ولا انت يا بعد قلبي. طولي بالك يا بدور، ان شاء الله بيتشافى ويصير مثل الاول واحسن. مت يا ابو حمد، والله تعبت. لا تحاتي لا تحاتي، انت اهم شيء اعطيه الدواء بوقته، ان شاء الله بصير زين. ابو حمد رجيتك، ابو حمد تكلم ابوك خلنا نبيع ونفتك من هالسالفه. محتار يا بدور، محتار، ما بيخسر الارض ولا بيخسر ولدي
ولدي، أبي أشوفه مثل عيال الدالية. لا تضعف يا أبو حمد، ترى ولدنا أهم من الأرض. إن شاء الله يا بدور، إن شاء الله. مايا الملعون، مايا، أنا قلت بيترك أبوه وبيركض وراي مثل الكلب. لا تحاتي ولا تستحيل، خلي يرتب كل أموره، ترى مصيره بيرد هني. لا تخافين علي، أنا مرتب له ترتيب عدل. أسمعتي قندرة بينبط من القهر. خليه ينبط، خليه يموت بعد. هذا عتيج خلاص ما عاد منه فايدة. فهذه صدقت. الصدقين عووش، ولهت على بنيتي مسرة، بدي أروح أجيبها من عند خالتها. مريوم قومي سوينا لقمة ناكلها. الله يهداك يا مريوم، سامحيني يا بنتي سامحيني، بصراحة غصبا عني. الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان إن شاء الله. قومي يا بنتي قومي قومي، الله يهداك قومي قومي، بارك الله فيك قومي يا ولدي قومي. السلام عليكم. عليك السلام. يا هلا 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 بخالد، هلا. أبشر شلون الصيد اليوم؟ عسى الله إن شاء الله عطاكم الرزق الطيب. إيه الحمد لله يباي، وبعتم ورديت. كفو والله كفو. هيا أبوك ترتاح هنا ولا تساعد إخوانك؟ لا يبا، أنت من الصبح هني، أنا أقول أنت روح البيت ارتاح وأنا بكمل عنك. لا يا أبوك لا، أنا ماني تعبان ماني تعبان، أنا مستعد أشتغل للمغرب. يبا كلام خالد عدل، روح البيت وارتاح وخالد كمل عنك. إيه يبا روح البيت وارتاح، الله يهدائك. أقول عسى الله يرضى عليكم مثل ماني راضي عليكم. يلا كفو كفو، يلا يلا يا حبا تأخرون يبا. ها حاضر يبا، حاضر صار. يلا أمان الله، أمان الله يبا، أمان الله. تعال ايش صار بيت عمك؟ وانت حرمتك ما نحط بحلجها شيء؟ على طول التحكي. تعال انا اقول ايش فيك متكدر وضايق خلقك؟ صاير بيت عمك، صاير بيت عمك. يا الحرامي يا الكلب، لولا يا انا يا عمي كان هالكلب باقي اشياء اكثر من خضره والاكل. تركه 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 ويبع عندي هني. قف قف يبع. قعد تركه. الحين يا يبا قول لي، انت شلون دخلت المخزن وسرقت الاكل والخضره؟ هذا العمل حلال
ولا حرام؟ انت قول لي، قول لي اي شيء. يا عمي كل اهلي واعه، شو اسوي؟ تقوم تسرق يا يبا، تسرق؟ هذا جزاي اللي اساعدكم، تسرقوني؟ يا حسافه، يا حسافه على الريايل اللي مثلك. مو بس نحن اللي واعه، كل اهل الداليه عايشين اليوم ليل ونهار. ايش تبوني اسوي لكم يا يبا؟ انا ايش فيدي؟ شلب يا عمي، اخذه يا عمي، اخذوني يا عمي، اخذه وقطع بالحبس. تبشر اضربوه كثر ما سرق، اضربوه لك يا عمي، مجدوب يا عمي، تستاهل يا الكلب، تستاهل. اخذه وده 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 حتى يكون عبره حق غيره. اخذه لو انا منك يا حمود كان سويت مثل ما سوى خلود، كاهو تيوز اللي يحبها وقاعد والكشره من هني لهني. ذمتك شوف وجهك، التفت عليه طاشر الكتاشو. ما تقول لي انت ما تتذكر يوم خالد تزوج صار في البيت؟ ما زادت حالتنا فقر؟ حالتنا ما صارت اخس من الاول؟ كلامك عدل عدل وعلى عيني وراسي، بس احنا الحين حالنا غير. فهمني فهمني انت، انت يلا طالع مد انظرك، فهمني وقول لي شلون غير. انت ما تذكر البارحه ابوي ايش قال؟ ايش قالوا؟ تقصد بيعه المزرعه؟ خلوا تكفى، قول له فهمه، فهمه ان مريم كنا قاعد تصارخ، تبي تفتك من ابوها من غيره. يعني لو انت عندك فلوس مو كان داويتها وردت لها لسانها وقامت تحكي حالها حال وادم؟ ما تقولي من وين تجيب هالحكي؟ شو السوالف اللي قاعد تقوله؟ من اللي فينا يا اخوك، متنا يوع، حالنا يوم عن يوم اخس، خل نبيع ونفتك. اسمع مني، اذا راحتك ببيعه الارض عساك بهالحاله ورده، هذه ارضك يا سالم، ارضنا، لو نموت ما راح نبيعها حق الظالم. يلا يا كريم، ايش فيكم يا عيالي؟ لا تحاتون، المرض ما هو جايد، وان شاء الله برد لعافيته وبخير وبصحه. بس الدكتور قال يا عمتي اذا ما درنا بالنا عليه واهتمينا فيه بتستوي حالته خطيره اكثر عن قبل. لا اله الا الله يا يما، يا يما انتم ما قصرتوا، حطيتوا حمد بعيونكم، والباقي على الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيشافي وبيعافي. يا يمه يا عبد الله، انا بروح بيت عمك ابو ناصر. في شيء يمه؟ لا يمه ما في شيء، بروح ازوره واشوف مريم. خلاص اروح معك يا يمه، لان من زمان ما شفت عمي. لا يا ابو حمد لا، انت اقعد، ولدك محتاجك. انا بروح. لا تشكي حزن لأنك قوية أساس، محفوظة من رب السماء، وإحنا لك الحراس.